طيب الحرير أو إعادة إحياء صناعة الحرير من أهم مصادر الدخل اللي ممكن تكون موجودة في أي قرية، في أي محافظة، في أي دولة. مشروع إنتاج الحرير بيعتبر أحد المشاريع اللي بتشجعها كمان الدولة في هذا التوقيت، بتقدم ليها الدعم اللازم علشان تكون نموذج قابل للتطبيق والتعميم في كل قرى الجمهورية. طبعاً أكيد بتساهم على تشجيع الفرص الاستثمارية المنتجة، بالإضافة إلى عودة صناعة الحرير إلى سابق عهدها، وبيعمل المشروع على توفير فرص عمل وعودة القرى المنتجة. دكتور أسامة غازي، أستاذ الحرير بوزارة الزراعة، صباح الخير يا دكتور. صباح النور. إزاي يعني لو اتكلمنا عن أهمية مشروعات إنتاج الحرير في مصر والعائد الاقتصادي وإعادة إحياء صناعة الحرير مرة أخرى، ده أهميته إيه؟ يعني هقول لحضرتك إن في السابق الحرير الطبيعي كان جزءا من الدخل القومي الصيني، ووقف الصين على دول عتبة عتبة الاقتصاد العالمية. دلوقتي احنا قدامنا المجال واسع قوي، لأن الصين ابتدت يعني تخرج من استزراع الحرير تدريجيا. احنا دلوقتي قدامنا الفرصة، ومصر مهيئة جدا ان هي تتبوأ مكان عالميا، بالإضافة ان احنا لينا ارث. احنا على طريق الحرير اللي هو السلك رود منذ قديم الأزل، لنا تراث عظيم، ويكفينا بس شرف ان احنا عندنا حاجة اسمها منطقة إخميم في سوهاج، اللي كانت ليها براند عالمي اسمه إخميم سلك. فاحنا دلوقتي بنعود تاني لثورة التنمية في الحرير الدولة اتجهت ليها في الفترة الأخيرة. معالي محافظ الوادي الجديد ومع معالي وزير الزراعة ابتدوا بينطلقوا بالحرير، ان احنا يعني محمد علي كان هو رائد الثورة حقيقة. واعتقد ان احنا هنبدأ ثورة جديدة ان شاء الله في احنا الفترة. يعني يمكن المشكلة فقط عندنا في حاجة، او الاختلاف ما بيننا وبين الدول اللي اتطورت في هذه الصناعة، هو الأجهزة يعني او الطرق الحديثه اللي بقت تستخدم في الوقت الحالي. يمكن احنا لسه عندنا البعض بيستخدم الطرق التقليديه. يعني هذا المشروع من المشاريع الهامه جدا، ولكن الحداثه مطلوبه ومواكبه التطور مطلوب علشان يكون في زياده في الانتاج، وكمان الكواليتي او الجوده تكون كويسه. حضرتك دلوقتي احنا بقى يعني عندنا تقنيات كويسه جدا، في جميع التقنيات الحديثه بتبقى موجوده عندنا في حل الحرير وخلافه. مش عايز اقول لحضرتك ان احنا ابتدينا نصنع من الحرير مواد مستحضرات تجميل وخلافه، دي سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى وجزاهم بما صبروا جنه وحريره، الحرير جنه في ذاته. احنا الحمد لله بقى عندنا كل المقومات اللي احنا نقوم بيها، وزاره الزراعه ومماثله في مركز البحوث الزراعيه ومعهد بحوث وقايه النباتات لا تألو جهدا في نقل الخبرات ونقل التقنيات الحديثه. احنا عندنا بقى ايه، لسه في جزء ان يعني تتواكب معانا الجامعات الاهليه والرجال الاعمال الشرفاء والمستثمرين الشرفاء، ان احنا نبتدي نقوم بنهضه حقيقيه في مصر، نعمل مبادره لزراعه التوت في جميع المناطق المأهوله بالزراعه. فده كله ده ان شاء الله يقول. هل عندنا اصلا حصر لزراعه شجره التوت في القرى وفي الارياف؟ لانه حتى يعني وفقا لمعلوماتي حتى الان لسه ما فيش حصر بهذا الموضوع. يعني هقول لك سيادتك ان احنا دلوقتي لسه بالنسبه للقرى والارياف هو حوالي ما يقل عن 3 مليون شجره اللي هم متناثرين على شطان الترع والمصارف. ابتدت الناس بتقطع منهم يعني، على وخاصه ما بعد الثوره ابتدوا يقطعوا منهم كميه كبيره. احنا دلوقتي لنا الاتجاه ده، احنا في دلوقتي شجر التوت المرتفع ده او الكبير بيؤدي الى حوادث وفاه وكسب وكسور وخلافه. فاحنا دلوقتي في تقنيات حديثه ان شجره التوت لها تراوح طولها من 20 سنتي ل 150 سنتي، يعني الواحد وهو واقف كده او الطفل وهو واقف ممكن يجمع ورق التوت بدون حوادث، بنقدر نربي. اتفضلي. صحيح، كم اتفضل اكمل الفكره. بنقدر نربي عليها اكثر من دوره حرير تصل الى 10 دورات في السنه، بعكس الشجر الكبير اللي احنا كنا بنربي عليه في الخريف في الربيع بس فقط ودوره واحده. فبالتالي بقى عندنا التقنيات، وابتدى بعض المستثمرين يعني الشرفاء ابتدوا يقوموا بوضع نقول اللبنه الاولى وهي الايه زراعه التوت،
وان شاء الله ربنا. واحنا الحمد لله يا دكتور عندنا المناخ جيد جدا، عندنا الموقع كمان يعني كله يهيئ لاعاده صناعه الحرير مره اخرى. طب هل في ترتيب عالمي؟ يعني هل ممكن نصنف مصر مثلا، نقول مين اللي قبلنا مين اللي بعدنا، احنا فين في صناعه الحرير دوليا؟ لا احنا حاسس احنا بنبدا، يعني احنا بنبدا، كنا اساسا بنشتغل بس في التصنيع، لان سيادتك تعرفي ان السجاد الحريري المصري في اوروبا الشرقيه لا ينافس الايراني والتركي ينافس صحيح لا، بس احنا كان في فتره من الفترات تقريبا سنه 2014 كان في الواردات لاوروبا الشرقيه من السجاد المصري من الحرير كان بنسبه كبيره جدا، ودي كانت فرصه للموردين المصريين يعني. بس احنا كنا بنعتمد ان احنا نجيب الحرير المحلول من بره من الدول من الصين او اوزبكستان او خلافه، ونعيد تصنيعه هنا ويخرج مصنع من مصر. احنا دلوقتي ما عدناش هنلاقي حرير نجيبه من بره، سعر الحرير كان ب 130 جنيه دلوقتي وصل من 2000 ل 3000 جنيه. فبالتالي احنا دلوقتي احنا عايزين، لا ده احنا عايزين الماده الخام نصنعها هنا في مصر كلها، يعني السجاد يكون الحرير مصري والسجاد مصري، يبقى كله يعني صنع في مصر. تمام، بالاضافه لكده ان هو يعني مش عمل مستثمرين الميزه في مشروع الحرير او مشروعات، عشان اكون يعني صريح، مشروعات الحرير ان هي بتستوعب من المستثمر اللي بيخش بمليارات، وكلمه مليارات دي انت عارف حضرتك يعني استثمارات كبيره جدا، الى العامل البسيط الذي لا يملك اي شيء في الدنيا غير ان هو شويه توت متناثرين على الجزر او ويجمع ويربي توت الحرير في اوضه من البيت، وايه ويودي المنتج بتاعه للموقع يحلها له. فبالتالي احنا بنستوعب كميه كبيره جدا، ده ممكن يكون دخل اضافي للعوائل الاسر الفقيره، ممكن للعوائل المراه المعيله وربات البيوت ان احنا نستفيد من قدراتهم. ده هيخلي ما فيش شباب عاطل، ما فيش واحد يقول ان انا في فتره الاجازه، حتى الاطفال طبعا. موضوع امن جدا ممكن نشتغل فيه صحيح. الاطفال صحيح، وحتى السيدات والرجال ومختلف الفئات العمريه. انا بشكر حضرتك على وجودك معنا يا فندم، شكرا ليك.